سي محمد، ورزازات يعني مدينة اللي هي جميلة، معدل مؤهلات سياحية وثقافية رائعة، ولكن معدل تاع السياح فيها قليل بزاف. علاش مقدرش هذه المدينة يعني تتنافس مدن كمراكش كأكادير؟ لابد نرجعوا شويه اللور باش نعرفوك على مدينه ورزات كيفاش كانت وكي ولات دابا. لا ترانزاكسيون كبيره والناس ما ساهموش في الترويج ديال المنتوج السياحي، لانه كما كتعرفوا اخر مجلس جهوي للسياحه اللي كيقوم بالترويج هو ديال درعا تافيلالت في المغرب. اذا مدينه ورزات كانت مدينه سياحيه اللي هي معروفه بالتوريزم دي شارتير، الناس كتجي كتريح سيمانه هنايا، عدد الليالي كان طالع. اليوم مشاو لي زورغانيزاتور، الناس اللي كتورغانيزي هذا لو سيجور، مشاو بدلوا الوجهه لانه التنشيط السياحي قليل بزاف. واليوم عاودنا الرواج والترويج بلي زوتيل دو بروموسيون جداد ووجهات سياحيه اللي بامتياز منهم قصور قصبات سياحه الواحات. كنشوفوا انه خصنا نساهموا في الترويج ونرجعوا ورزازات كما كانت من قبل او لا احسن. شحال تقريبا تعداد السياح الاجانب اللي تيجوا لورزازات؟ ما عنديش سميتو لي ديتاي اكزاكت، ولكن عدد الليالي كاينه واحد 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 تاثير، لانه من الاشهار اللي دار المنتخب الوطني والمكتب الوطني للسياحه والمجلس الجهوي للسياحه، المشاركه ديالنا في جميع المنتديات الدوليه ساهم باش طلع السياحه بواحد 27% عدد الليالي اللي في درعا تافيلالت هذا العام. هذا ورزازات تتوفر على اكبر استوديو اللي هو استوديو مفتوح على مستوى السينما، ما تشوفش بان السينما تقدر تكون قاطره لتنميه السياحه في ورزازات؟ نعم، السينما هي كتساهم في الترويج ديال المنتوج السياحي ديال ورزازات وديال الجهه كامله، الا انه ولا بد نشيروا على المشاكل اللي كيعانيو لي برودكتور ديال السينما. وحنا كنقولوا اليوم رهنا الاشاره، وهذا المنتدى هذا هو موعد باش نديروا لا سينرجي ما بين السياحه والسينما، لانه السياحه الا ازدهرت فرزت بفضل السينما، والسينما الا غتزدهر لانه خاصها لوطيلات وخاصها المنتوج السياحي باش تساهم ودير الخدمه ديالها في اريحيه. من المشاكل اللي مطروحه على المستوى السياحي قضيه الطيران، يعني مثلا من الدار البيضاء لورزازات ساعه ونص، ما تشوفش بان هذا هو تيكون واحد من العراقيل اللي ما تتخليش السياحه تطور في هذه المدينه؟ نعم، السياحة الداخلية كما كتعرفوا ما بعد كورونا الوجهات السياحية اللي ساهمت في الترويج ديالها بأسرع وقت هي اللي اعتمدت على السياحة الداخلية. للأسف الشديد الربط الجوي ما بين المدن الكبرى ومدينة ورزازات ومدينة زاكورة المطارات ثلاثة اللي عندنا في الجهة مازال لحد الآن كيعانيوا، لأنه لا يعقل باش هاد الطيران تكون طيارة واحدة للرشيدية وطيارة واحدة لسميتو في النهار. خاص الربط الجوي يكون متوفر من جميع المدن الكبرى، لأنه الطلب ديال الإخوان المغاربة اللي بغاو يكتشفوا المنطقة ما توفروش لهم، لأنه خصهم الطيارة، خص الربط الجوي.